لما بكون أنا في عندي شركة فيها أفرع كتير والأفرع موجودة بعدة مدن، وطبعا أنا عندي أكثر من فرع موجود بمدينة، كيف فيني أنا أجمع كل شيء بيتعلق بالأفرع اللي موجودة بمدينة ولتكن مثلا نيويورك فيها مجموعة من الأفرع، أنا بدي أجمع كل الأفرع اللي فيها. خلينا نشوف مع بعض. عندي هون ملف في ملخص العمليات التجارية اللي تمت بالفروع الموجودة بدنفر ومنفايز وهيوستن ونيويورك. طيب هون أنا مقسم مثلا دنفر، حاطط لها اختصار دن 2 وعندي دن 3 ودن 4 ودن 5 إلى آخره. نفس الشيء منفيس، في عندي ميم 5 وميم 11 وهكذا. طيب انا اللي بدي اجمعه بالدنفر هن عباره عن الخليه بي 6، وبدي البي 6 كمان من هاي الورقه، وبدي البي 6 من هاي الورقه، يعني كل ورقه فيها دي اي ان انا بدي اياها تنجمع بهالملخصه. بكل بساطه انا رح اقول يساوي سم. انا بدي اينو خليه، بدي الخليه بي 6 من كل الوراق اللي ببلشوا ب دي اي ان، فانا اخذت دي اي ان 02 بس، ولكن بدال دي اي ان 02 راح امسح 02 واعطيه نجمه، راح اعطيه انتر. لاحظوا هون انه اعطاني كل شيء فيه اوراق بهذا الملف بتبلش ب دي اي ان، وبدل النجمه ب 02 و 03 و 07 الى اخره. بنفس الطريقة فيني أنا أجمع يساوي سم مثلا، وأخذت أنا هون من 05 بي 6. هلا كمان نفس الشيء، بدال 05 راح بدلهم، امسح 05 وحط نجمة بدالهم، فمباشرة جمع لي كل الأوراق المتعلقين بمنفذ وهكذا هيوستن ونيويورك إلى آخره. هاي طريقة كتير سهلة لحتى أنا أجمع كل الفروع اللي عندي بمدينة واحدة بطريقة سلسة وبسيطة جدا، بدون ما أنا أدور بالوراق اللي موجودة عندي إذا كانت هالوراق اللي موجودة عندي كتير حجمها أو عددها كبير. هذا كان كل شيء اليوم، بتمنى يكون الدرس عجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم دائما كل جديد.